سيدنا مساء الخير. مساء الخير، الله معك، الله معك أدمى، الله معك أبونا جوزيف، اشتقنا لك يا واستلمت منك سيدنا، على بركتك بهالنهار الله يحييك. المبارك. شكرا شكرا لإلك، العادة عليك وعلى الجميع. سيدنا سيدنا، قديش نحن اليوم، طبعا هو عيد أعياد زحلة، قديش نعم نحن بحاجة لهالقربان المقدس ولجسد ودم يسوع المسيح ليرجع يمكن يعيد إحيائنا من جديد، لأنه نحن عم نمرق بوباء، بأزمة اقتصادية صعبة، بحالة معيشية يمكن كتير صعبة علينا. قديش نحن بحاجة للمسة الروح القدس وللمسة جسد يسوع المسيح بحياتنا. بدون شك انت قلتيها انه عيد اعياد زحله، ولكن هو كمان عيد كل بيت، عيد كل مؤمن، عيد كل انسان مسيحي مؤمن. نحن اخذنا هالسنه شعار: انت وحدك شفاؤنا. يسوع كثير هو شفاءنا، يسوع هو وحده بيشفينا، شفاءنا الجسدي وشفاءنا الروحي. مشان هيك القربان المقدس اكيد هو شفاء لكل مؤمن. هالسنة بزحلة للأسف ما كان مثل كل السنوات، إنه عادي نحن نطوف بالشوارع، نتلاقى صحيح مع الناس، والناس يقبلوا القربان المقدس يتباركوا فيه. ولكن هالسنة لظروف نعرفها كلنا سوا، أساقفة المدينة سوا قررنا إنه يكون التطواف فقط بالسيارة. أكيد المؤمنين كان عندهم خيبة أمل، ولكن طلبنا منهم أنه يصلوا معنا لحتى كمان تخطى هذه الجائحة اللي دمرت العالم كله سوا، ضربتنا كلنا سوا. أنا صحيح أكيد أنه يسوع هو الشافي. سألوني من كم يوم، حقيقة كنت بلقاء مع رئيس البلدية ومع عدة أشخاص، قالوا ليش زحلة ما فيها ولا إصابة؟ بجاوبهم رئيس البلدية بيقول لهم: كيف بده يكون في إصابات بزحلة وفي عنا 51 كنيسة، 51 جرس عم يدق كل يوم الصبح والظهر والمساء؟ معناتها نحن واعيين إنه وين ما بيكون يسوع المسيح بيكون في شفاء، بيكون في سلام، بيكون في محبة بين الناس. الحقيقة اليوم وأنا عم زيح الأربان بشوارع المدينة بالسيارة، لفت لي انتباهي عدة محطات. أول شيء شوق الناس لحتى يتلاقوا مع يسوع المسيح. ما بتتصوري قديش اليوم بالقداس صباحا كنا موصين الناس إنه ما يجوا، يكونوا في تباعد بين بعضهم البعض ولابسين كمامات. اليوم الناس بطريقة عفوية عبوا طاف الناس الكاتدرائية وعبوا الطرقات صحيح. اليوم لحتى ونزلوا على الشوارع لحتى يكونوا معنا. لفتت لي انتباهي الحقيقة عدة محطات، بيناتها أولا محطة مستشفى تلشيحة وطاولة يوحنا الرحيم. بعد الظهر بعد ما خلص الزياح بعثت له رسالة للمرضين والمرضات والأطباء ويلي كانوا بطاولة يوحنا الرحيم عم بيطعموا الفقراء اليوم. قلت لهم صحيح كان في ناس عم بيصلوا قدام الأربان المقدس، كان عندهم نعمة كبيرة يطوفوا بالأربان المقدس مع المطران ومع الكهنة، ولكن أيضا كان في ناس عم بيصلوا وعم بيخدموا الإنسان، إن كان بتلشيحة المستشفى وكان بالمطعم المجاني طاولة يوحنا الرحيم، والتنين سوا كانوا عم بيصلوا لأنه سيدنا، خدمة. هيدا اللي بدي أسألك عنه، قديش نعم العمل الإنساني والخدمة الإنسانية والأطباء والممرضين هن كمان أدوا رسالة يسوع المسيح، وقديش هن كانوا أكيد عم بيعملوا عم أيوة. صحيح يعطوا من ذاتهم لشفاء الآخرين، وما همهم حالهم، كانوا بس عم بيفكروا بالشخص المريض اللي قدامهم. قدام الأجساد المكسورة قديش هيدا الشيء كثير بيرجع حلو. بحسنا إنه نحن فعلا لازم نكون حد خينا الإنسان بكل المراحل. حلو. ما هو بتعرفي انه يسوع هو الشافي، كل العجائب اللي عملها على الارض وبعد ارتفاعه على السماء وما زال عم يشفينا. والممرض والمرضى والطبيب والطبيبه واللي بيشتغلوا بالمستشفيات وبالمستوصفات، ما هن عم بيعملوا عمل يسوع. انا دائما بقول للمرضى وللاطباء
قبل ما تحكموا، قبل ما تدخلوا على العملية، في إيد ممكن تساعدكم، استدعوا للرب يسوع، صلوا لحتى يحط إيده بإيدكم ليشفى مريضكم. وحدكم ما فيكم تشفوه، ولكن مع يسوع في الحكي، في المريض بيشفى، بيشفى من نفسيته بتشفى، ولكن روحه بتشفى، ولكن كمان جسده بيشفى. إذا هالمرضين والمرضات عم بيشتغلوا شغل يسوع كمان، مثل ما هو شفى المرضى هن كمان عم بيشفوا المرضى. وثانيا بالعمل الاجتماعي، بالعمل الإنساني، بخدمة الفقير، بخدمة المحتاج، كمان يسوع إجا لحتى يخدم الفقير، لحتى يخدم المحتاج. وبخدمتهم هن عم بيطعموا الجائع، بيكونوا عم بيصلوا فعلا، عم بيكونوا مع يسوع. قلت لهم أنتوا كل مرة عم بتطعموا أحد الجياع، بيكونوا عم تقولوا له لهذا الأخ، لهذه الأخت، عم تقولوا يسوع بيحبك، يسوع معك، ما تخاف، نحن أداة بين إيدين يسوع. مشان هيك العمل الاجتماعي والعمل الإنساني هو كمان صلاة، ولكن أكيد نحن بحاجة لاثنين، بحاجة لأبيال، بحاجة لصلاة، وبحاجة لخدمة خير الإنسان. هيدي كان الحقيقة اليوم الوقفات الحلوة يلي لفتت لي انتباهي، إضافة إلى الناس اللي واقفين على الشوارع حاملين المبخرة، حاملين الشموع، حاملين الإيقونات، عم بيطلعوا بيسوع المسيح، هو رجاءهم، هو أملهم بالحياة. نحن هو المخلص، ما في غير يسوع المسيح المخلص. وإذا نحن في أزمة، ربما لأنه عم نتكل على نفسنا، عم نقول نحن فينا نخلص لبنان، فينا نخلص البشرية، لا، يسوع المسيح ربنا هو بس يحط إيده معنا، بس نحن نحط إيدنا معه، ساعتها بيكون في الخلاص. اليوم سيدنا نعم، عرفت أنه عم يتحضر شيء كمان ب 18 الشهر، صلاة بكل أنحاء زحلة، فياريت تشرح لنا أكثر شوي عن الموضوع، وشو هو هيدا الصلاة، وشو الهدف منها، وشو بدكم توصلوا رسالة من خلال الصلاة ب 18 حزيران. نعم، أنا الحقيقة وأنا عم بصلي اليومين، عم بحضر حالي لخميس جسد، رجعت شوي لسنة 1825 اللي خبركم عنها أبونا جوزيف، هي الطاعون يلي ضرب زحلة والمطران عجوري، أمر أنه يقام زياح في المدينة، وانتفل هالمرض، شو فيها ناس من مرض الطاعون. كنت عم فكر فيها وعم بقول أنه كمان وباء الكورونا هو طاعون جديد، هو كمان مرض جديد بحاجة ليسوع المسيح ليشفينا. ولكن أيضا في أمراض كثيرة مستعصية، منها الفساد. قدي عم نسمع اليوم فخامة الرئيس، الوزراء، النواب، المسؤولين عم بيحكوا بمحاربة الفساد. أنا بقول إنه الفساد هو مرض أيضا، مرض نفسي أكثر مما هو مرض جسدي، وهذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. لذلك أنا دعيت أبنائنا بزحلي وبرباع، وهلأ عبركم بدعو كل الكنائس في لبنان، يا ريت أبونا جوزيف يساعدني بهالموضوع من كل بيت سيدنا بالمنطقة، نصلي نكرس نهار الخميس 18 شهر وهو وداع عيد الجسد، نصلي ونكرس من أجل الرب يساعدنا على استئصال الفساد من نفوسنا. وأنا اتصلت مع الزحليين والبقاعيين بكندا، بالولايات المتحدة، بأستراليا، لحتى كمان بهالنهار يتحدوا معنا بالصلاة من أجل هذه النية. أنا عبركم بتأمل أنه إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا كمان بهالصلاة، أكيد سيدنا، لحتى نصلي على هالنية هيدي. وأنا عندي قناعة، جد قناعة كبيرة، أنه إذا اتحدنا بالصلاة منكون عم نساعد حكامنا ورؤسائنا لحتى يستأصلوا هالفساد
منا كلنا سوا، كلنا سوا عنا خاطيين. عشان هيك بيقول ميا كولبا، اللهم اغفر لي انا الخاطئ وارحمني. كلنا خاطيين اليوم، وكلنا بحاجة الى تطهير، كلنا بحاجة لجسد يسوع المسيح ودم يسوع المسيح لحتى نطهر من هذا الوباء يلي هو اخطر بكثير من كورونا واخطر بكثير من الطاعون. هيدا لأنه موجود ومتغلغل بالنفوس وبالإدارات ووين ما كان. سيدنا، هل رح نعم توجهوا دعوة إلى بقية الكنائس المارونية الأرثوذكسية وبكل أنحاء لبنان لتشارككم بهيدا اليوم الصلاة ب 18 حزيران؟ نعم نحن المميز في مدينة زحلي إنه زياحنا وصلواتنا كلها سوا مسكونية. يعني اليوم كنا 4 مطارني، نحن مع بعضنا البعض، كل المطارني متفقين مع بعضنا البعض في كل البرامج الروحية. وأنا اليوم هذا الشيء معروف وجهت عنكم. النداء، نعم وجهت النداء بوجود المطارني الأخوتي المطارني الآخرين وعبركم اليوم. وأكيد راح بوجه هالنداء عبر التواصل الاجتماعي وعبر وسائلنا الخاصة إلى كل الكنائس لحتى يكونوا معنا في هذه الصلاة. وأنا بتمنى من غبطة البطريرك الراعي أيضا في صلاته، في صلاة المسبحة، في صلاته يوجه كمان صلاته ودعاء على هنية هيدي استئصال وباء الفساد من نفوسنا كلنا سوا ومن لبنان بشكل خاص. سيدنا، نحن بدنا نشكرك على هالمحطة الصغيرة اللي خصصنا فيها اليوم، وبدنا أكيد نضم صوتنا لصوتك، وبنشكر صلواتك وبنشكر صلوات كل رجال الدين يلي عم تسعى للخير بهيدا البلد.